اخنا الاخ ديالو حنا في الحق الاسم ديالنا والكنيه دنون عبد الحق هو دنون عمر والملقب بالاسم الفني عمر التلباني. هاد الانسان بزاف ما كيعرفوش بدنون، كيعرفوه غير بعمر التلباني. هذا الاخ ديالي كان موظف في الولايه وداكشي. المهم في 2010 خد التقاعد ديالو، في 2013 وقع عنده مشكل الكلوة، كانت مرضات لي حيدها وبقى كيعاني راه الدياليز والصحه ما بقاش وداكشي، والاجره ديالو راه ما بقاش كما كانت. وفي 2018 حيد البروستات والنبوله، وهو كما كتشوف دابا ها هو يعاني في صمت، والحمد لله على اين الحمد لله. هو عطى الكثير، وراه ما نقولش كرا الاغاني ديالو راه معروفه وداكشي، ما عمرو ما مدي يقول شي واحد ولا شي حاجه. المهم ولكن دابا الانسان كيحتاج ظروف الصحه، حيت المعاش ديالو ما كافيش، لان راه كيما قلت ديك المره وقلت عنده لي بوشيط، عنده لي كوش، عنده الدوايات، ها هو خا عنده لاميتي وداكشي، لان بعض الخطرات كيجيو لي سكانير دي ريم وداكشي، خصو يخلص وعاد يتسنى لاميتي. ملي كتخلص راه تسنى وداكشي، ما كيخش 100% الا دابا الدياليز اللي ما كيخلص فيه حتى شي حاجه. صافي من غير كتكون شي عملية ولا شي حاجه خصو يخلص عاد باش يتسنى، ولكن هادشي اللي كاين اخويا. وزات الصحراء والملحمات بزاف وطنيين اللي كان كيدير ملي كان حسن الثاني الله يرحمه، داكشي كان كيعطيه معروف. هو على شغل الانسان راه عمر التلباني راه ماشي غير غني على التعريف، يعني ما غير كلمة عمر التلباني راه، والناس راه الفنان راه كلهم كيعرفوه وكيحترموه. الناس اللي تقول لي عمر التلباني في الفنان راه غادي يقول لك هو، غادي يقول لك السيرة ديالو، يقول لك الأخلاق ديالو، غادي يقول لك شنو كاين. في المغرب ما عطاش عاطي لشي وحدين، انا كيما قلت عاطي الناس له. ولكن انا دابا كنتامس العقد كندوي على هنا وزاره الثقافه، هنا كندوي بغيت نوجه واحد النداء لوزير الثقافه، ان وزير الثقافه راه عنده سلطه وبالامكان ديالو يعتبر هاد الناس، هاد الفنان راه ماشي هاد الاخ ديالي هو اللي واقع عليه الشيء، راه عداد ديال الفنانه. وانا كنطلب من هاد وزير الثقافه يلتامس ويشوف هاد الناس، هاد الفنانه يديرهم بحال وليداته، ويشوف راه ملي كيسمع واحد الاسم واحد الفنان وهذا الشيء وكيعاني، على الاقل يعرفوا غير شنو مشكلته، شنو المشاكل اللي عنده، وشنو كيعاني وهذا الشيء. وان شاء الله راه عنده سلطه وعنده صلاحيه باش يتدخل باش الشيء اللي غادي نقول لك اخويا منهم. واغلبيتهم راه ما كيعاني، اغلبيه ديال هاد الفنانه مساكن كتاب ومسرحيين وممثلين راه كيعاني، راه كتشوف راه ماشي هو اول واحد كيهضر ولا شي حاجه، راه كلهم كيدوزوا في التازه كيهضروا كيعانيوا المشاكل ديالهم وكيتشكاو، ولكن راه ما كاينش اللي كيستجيب ليهم. الموت الباطيع، هاد الفنانه اللي في هاد الحي راه الموت الباطيع، كيعانيوا. رسالتك فين نقول لك، حنا غادي نوجه الناس المعنيين، سيدنا راه بزاف عليه هادشي كلشي باش غادي يقابل هاد الناس كله والله ينصر وهادشي، ولكن كل الناس وزير الصحه وزير الثقافه هو اللي كنوجه ليه انا الرساله باش يشوف من حال هاد الفنانين هادو اللي معوزين، ويشوف على الاقل اشنو خاصهم. حنا طرقنا بزاف تاع البيبان وما كاينش اللي كيبغي، واخا تسنى حقه، انا تنقولو غادي نشوفو ليه غير كون خارج على الله خير، ولكن حتى شي حاجه ما كاينه.